بصراحة عملت برنامج حوار مع فنان. دلوقتي إن شاء الله هنقابل ممثل فرنسي قادم من القاهرة ولزيارة الأهل، وتواجدنا في منتجع بسامة العريش وتقابلنا معه، وإن شاء الله دلوقتي على لقاء بيه وهيتفضل نعمل معاه الحوار. وأهلا وسهلا، أهلا وسهلا حاج جيمسون، أهلا وسهلا، شرف مصر ومرحبا. احنا سعداء معاك في البرنامج، ونتمنى طبعا ان انت نسعد بلقائك، ويعني ما تكونش ظروف تقال عليك. يعني بداية لقائنا، اول حاجة يعني عايزة اعرف منك خلال الحديث بتاعنا قبل ما ابدا معاك اي حوار، بقولك اهلا وسهلا بيك، شرفتنا في مصر، ويا ترى استمتعت وقضيت رحلة سعيدة ولا؟ لا طبعا مصر جميلة وحلو وفكرت كتير، قضيت اوقات جميلة يعني استمتعت بالقاهرة. طبعا القاهرة حلوة. احنا تواجدنا في سما العريش والمنتجع سما العريش، وتقابلنا معاك، هل قضيت وقت سعيد في سما العريش؟ طبعا جميلة جميلة، رغم الثورة وكل الاحداث اللي مصر. لا كانت لازم برضه، كان برضه دلوقتي كويسة وهادية. ايتل جينسون مش كده؟ ده الاسم بتاع الجينسون. ايوه صح، اهلا وسهلا. كنت عايزة اسألك ايه هي اهم اعمالك في فرنسا؟ اهم اعمالي، اعمالي اللي باخدها هي كلها حلوه بالنسبه لي، عشان بنقي دور بنادي يعني يكون حلو، بقدر رساله حلوه للجمهور. وعملت افلام حلوه كتير زي فيلم العذاب وفيلم نهايه قصه، لسه مخلص تصويره قبل ما اجي مصر. فيلم اسمه نهايه قصه، فيلم دراما. يا ترى بيتكلم عن ايه نهايه قصه؟ بيتكلم على واحد دايما بيكون مراته بيشرب سجاير كتير، ما بيسمعش كلام ابوه وامه، وبعد كده مراته هتسيبه وهو يحاول يجيبها تاني. هل لقى نجاح وقبول لدى الجمهور الفرنسي؟ هو لسه ما خرجش، هو دلوقتي لسه ما خلصش، لسه ما تعرضش، هيتعرض السنه الجايه ان شاء الله، وهيبقى برضه ليه جزء تاني هيتصور في 2012. ده جميل. طب انا عايز اسالك بقى، ايه الدور اللي انت بتلعبه وبتعتز بيه؟ انا دايما بقعد عليا ادوار الشر. دي بيدوني دايما ادوار الشر، ادوار القويه، يعني الشخص القوي. يعني لما اسالك ده يرجعنا لسؤال، اسالك ايه هو مثلك الاعلى بالنسبه للتمثيل؟ ايه اللي مين المثل في حياتك اللي انت بتحاول انك تتقن دوره وتقوم بالتمثيل بالنسبه له؟ بالنسبه هنا مصر الممثلين مثلا عندنا في ادوار الشر مثلا نجم ابراهيم وزوزو حمدي الحكيم. يا ده انت بترجعنا لزمن الفن الجميل. طبعا ده الفن الحقيقي اللي هو يعني مش موجود دلوقتي حاليا. لا ده يا ترى انت لعبت مسرح ولا سينما ولا تلفزيون؟ ده هي اكتر حاجه السينما، وداخل في اتنين سيتكم هيتصوروا ان شاء الله السنه الجايه، ولكن المسرح ما عرفتش خالص. ليه؟ برغم ان المسرح يعني بيقولوا ان دوت اللي بيثبت ان طبعا كل الكبار عدوا من مسرح، كل الكبار ممثلين، لكن لسه ما تعرضش عليا حاجه حلوه. يعني زي مثلا في مصر فنانتنا العظيمه سميحه ايوب و... طبعا طبعا وامينه رزق والناس دي كلها، كل الفنانين الكبار عدوا من مصر. لكن ان شاء الله ما يتعرض عليا بقى حاجه كويسه او سيناريو كويس هقراه. نتمنى ان شاء الله انك تخوض تجربه المسرح، لانها طبعا تجربه ناجحه جدا واكيد هتفيدك في عملك الفني. يا ترى انت بدات الموهبه عندك، وهل لما اشتغلت في اول حياتك خدت دور بطوله ولا كان دور اول كده يعني؟ لا انا موهبه بحبها من صغير، من زمان بحب التمثيل والفن، واول دور ليا كان دور حلو وكويس، وكل الادوار كويسه بنقيها يعني دور مناسب ليا وكده. ده معناها انك انت يعني فنان من وانت صغير يعني. انا بس انت قلت لي انك بتحب نجم ابراهيم وزوزو حمدي الحكيم، هما في اختلاف بالنسبه للمرحله العمريه، ايه اللي استفدت منهم؟ الفن الحقيقي، التمثيل الحقيقي، انا لما بتفرج عليهم في مثلا في الافلام مش اكنهم بيمازلوا، هم طالعين ادوار حقيقيه، كده بنشوفه مع الطبيعه. بالظبط. الفن الحقيقي وقصص حقيقيه. بتحب تلعب اي دور؟ تراجيدي ام كوميدي؟ لا انا بيتعرض عليا دايما ادوار التراجيدي، ادوار الدراما، وادوار الشر، لكن برضه اقدر اعمل دور كوميدي، دور رومانسي. ايه اللي بتلاقي فيه نفسك اكتر؟ ادوار الشر، دايما ادوار الشر في افلام الدراما او مسلسلات الدراما. يا ترى ايه رايك في الفن المصري؟ هل هو الفن المصري متقدم عالميا؟ ولا تنقصه بعض الاشياء؟ لا نقصان بعض الاشياء، الاول كان حلو، بس كده الاول كان الفن الحقيقي، الفن اللي مع الممثلين القدام كان فيه قصص حقيقيه زي القصص بتاعت دلوقتي. طب انت
يعني تقصد ان في هبوط في في الفن المصري؟ ما فيش يمكن تفكير في القصص، ما فيش من ناحية القصة. القصص انتهت. ده بيرجع لعوامل كتير بترجعنا مثلا لعملية الإنتاج أو الإخراج. هو الإنتاج، الممثلين برضه دلوقتي الناس بيطلعوا عشان عاوزين فلوس، عشان يتعرفوا الشهرة، مش عشان الفن نفسه. مش من أجل الفن. لا. هل قابلتك صعوبات في حياتك في أول ما بدأت عملك الفني؟ هو الفن في الأول دايما صعب عشان الأجر قليل، الأدوار مش قوية، لكن بعد كده بقى الواحد بيحاول بقى يجيب أدوار كويسة. يعني في بعض تنازلات بالنسبة لك؟ في الأول طبعا لازم. يعني تفرق. يعني اتعرض عليك مثلا عمل، بس العمل دوت هتاخد عليه أجر بسيط لو كان دور حلو آخر يعني. أو كانت قصة كويسة هتقدم رسالة حلوة للجمهور طبعا هاخدها. هل انت متفائل في حياتك؟ طبعا حقيقة. يعني شايف ان الاعمال اللي بتقوم بيها هي الاعمال الهدافة الناجحة اللي ممكن توصلك للنجاح والشهرة؟ طبعا طبعا، هو دايما الحياة لازم تكون متفائل. انا عايز اسألك بالنسبة للفن المصري، احنا بنقول دايما ان الانسان بيبدأ حياته خطوة خطوة. الفن بالنسبة لك كان في فرنسا، هل برضو بدأ خطوة خطوة؟ يعني احنا هنا بنقول ان مصر دي بلد ام الدنيا زي يعني فرنسا برضو ودول الشرق والكلام ده، لكن بنقول ان مصر برضو بيحصل فيها احيانا مع الفن لما بيبقوش الناس الفنانين بيشتغلوا عالميا. يعني بنرجع لعمر الشريف، عمر الشريف اشتهر عالميا من مسافر برضو امريكا ومسافر فرنسا. هل ما فكرتش تعمل معاه عمل ويبقى مشترك بين مصر وفرنسا؟ لسه بفكر في عمل، لسه بفكر فيه. بتفكر؟ يعني نتمنى انك تعمل حاجه زي كده تبقى مشهور في مصر ونشوفك ان شاء الله في اعمال ان شاء الله لسه في الايام القادمه. زي ما انت متالق كده يعني، نتمنى دايما تبقى يعني مبسوط ومتالق اكتر في فرنسا، يعني اللي هي البلد اللي انت طبعا عايش فيها وبتحبها. يعني عايز اسالك سؤال بالنسبه للفن وللقلب وللعقل. احنا دايما بنقول ان الانسان بيبقى بيفكر بعقله وقبل كل حاجه بيحب يخوض تجربه، بس التجربه تكون ناجحه. هل انت لما دخلت الفن كنت داخل من اجل الموهبه اللي جواك، موهبه فنيه فعلا، ولا انت دخلتها بمحض الصدفه؟ لا، بالموهبه طبعا. بالموهبه. اصل بقى الفن لازم واحد يحبه عشان يقدمه كويس. يعني لازم يعشق الفن. طبعا. اي انسان بيبقى ناجح بيعشق. طبعا لازم لازم. انت عاشق لفنك. طبعا. جميل. طيب دلوقتي بقى يعني احنا سالنا اسئله فنيه وتطرقنا للحاجات الاعمال اللي انت بتقوم بيها، بس انا بقى عايزه ادخل جوه ايتل جيمسون الانسان مش الفنان. هقدر اسالك بعض اسئله كده يعني توضح معايا شخصيتك مش فنيه لا انسانيه. يعني احب اسالك في بدايه الكلام بتاعي بقى عن حياتك الانسانيه، واقول لك يعني ايه الشيء اللي انت كنت ممكن تحققه لسه ما حققتوش؟ لا، احنا دايما بنحقق النجاح، احنا دايما بنحب النجاح وبنجح دايما دايما. يعني انت وصلت للنجاح بس لكن كل ما الواحد بيتقدم والنجاح يبقى اكتر طبعا. طب مين اكتر واحد واقف جنبك؟ امي طبعا. والدتك؟ يعني هي بتعتبرها رمز طبعا في حياتك. طبعا. طب ايه اللي استفدته من الرمز ده؟ او ايه اللي اتضايقت الرمز ده كده؟ الثقه، النجاح. انا بيتقال عليا مثلا فيلم بوريها لها رايك طبعا. هل هي عاشقه للفن؟ طبعا طبعا. وتقولي ده كويس، ده ينفعك مش هينفعك، بتاخد رايها طبعا. حاجه كويسه طبعا انك تبقى مثلك الاعلى او الرمز في حياتك تبقى الام. يا ترى هسالك سؤال واقول لك، يا ترى الوصول ايهما افضل، الوصول للحب ام النجاح؟ وصول الحب طبعا. لو اتحبيت الحب هيوصلك النجاح. يعني مين اللي يمنح سعاده اكتر؟ الحب مع بعض. والنجاح بعد كده هينجح السعاده طبعا. في بعض يا ترى بالنسبه لك الكلمات دي في حياتك بتعني ايه؟
لو يعني لو كلمتك عن الحرية مثلا بتعني ايه بالنسبة لك؟ الحرية نقدر نقول التزام. الليل. الليل. سكون. سكون. الحب طيب. الحب عطاء. الخوف. لا الخوف لا مش مطلوب. الخيانة. الخيانة دي لا دي حاجة وحشة. جميل قوي. طب نقدر نرجع على الحديث ونقول لحضرتك اتفضل. ميرسي حضرتك. كنت عايزة أسألك، أكيد بنقابل شخصيات كتير في حياتنا وبتبقى ساعات بتترك بصمة في حياتنا طبعا، وساعات ممكن تدي ناس اهتمامك، حبك، عاطفك، وبعدين بتيجي في موقف تلاقي الناس دي اديتك ظهرها. هل حصل معاك حاجة زي كده؟ اه كتير كتير كتير. يعني أثرت فيك؟ لا هو الواحد طبعا بيتعلم، يعني بنعيش ونتعلم وما بنكررش نفس الغلطة اللي عملناها قبل كده. يا ترى ايه رأيك في الرجل المصري؟ هل نموذج الرجل الشهمي موجود ولا تلاشى، ما بقاش موجود الايام دي؟ يعني هل هو حل محله المصلحة الانانية الشخصية، ولا لسه مازال نموذج الرجل المصري الشهم موجود؟ لا الرجل المصري هو طبعا شهم. احنا شفنا برضه في الثورة كلهم خرجوا مع بعض والناس كلهم ايد واحدة، يعني لسه برضه ناس كويسه، يعني لسه الناس متاصله بالشهامه المصريه. انت شايف هي مصر معروفه بكده من وجهه نظر، بنقول مش هنقول بقى سائح جاي مصر، لا انت يعني من البلد واتولدت على ارضها، لكن بتقول كرايك بصفتك انك عايش في باريس وجيت القاهره، يعني شايف لسه ما زالت الشهامه المصريه؟ طبعا الناس دايما ايد واحده والناس دايما بيساعدوا بعضهم ولسه برضه ناس كويسه. مين الناس اللي تحب ترسل لهم برقيات وتقول لهم وحشتوني جدا جدا ونفسي اشوفك؟ اهلي طبعا. اهلا. في مواقف طريفه بتحصل للانسان، يعني حصل ليك اكيد بعض المواقف الطريفه، هل ممكن تفتكر حاجه زي كده؟ لا ده كتير، دايما مع اصدقائي في التصوير، بره التصوير، حاجات كتير بتحصل، حاجات فيها قفشات طبعا، وحاجات طبعا ما ننساهاش وحاجات دايما بنتذكرها. تحب انها ترجع؟ ترجع طبعا كتير. يعني كانت كانت ايام حلوه، كانت ايام تفتكريها مع اصدقائك، مع زملائك، مع اهلك. شايف المراه المصريه ازاي؟ من وجهه نظرك هل هي تستحق الاهتمام والتقدير؟ هل هي ما زالت بتقف جنب الرجل زي ما كنا بنشوف زمان الست المصريه بتقف جنب الراجل في الغيط في بتاع في الفلاحه يعني بتساند الرجل في لقمه العيش زي ما بيقولوا؟ طبعا. هل ما زالت المراه المصريه تستحق اهتمامك وتقديرك؟ هي المراه المصريه طبعا هي دايما من زمان بتساعد الراجل وتقوم تشتغل في الارض، طبعا هي من زمان كده. مع التطور بقى والتكنولوجيا اللي حصل، هل هي بتساند الرجل ولا هي من وجهه نظرها؟ لا برضه بتساند. دلوقتي اصبحت اقل كفاءه عن الايام الماضيه يعني. لا لا هي برضه بتساعد الراجل، بتبقى واقفه جنبه. انت جميل، انت عندك يعني اعتزاز بالمرأة. يعني ده يرجعنا لسؤال، يقول لنا انك لسه ما زلت لغايه الان، قلت لي لما سالتك ان اللي بتاثر فيك او الرمز في حياتك هي الست الوالده. ده يرجعنا انك غير متزوج، يعني لا مش مرتبط. لسه ما لقيتش الست اللي هتمشي معايا مشوار حياتي. لسه اللي هتكمل معاك مشوار حياتك لسه ما لقيتش. طب انا يعني بدعي لك ان شاء الله. ميرسي حضرتك. انك تلاقي وتصادف الانسانه اللي باذن الله تكمل معاها مشوار حياتك وتبقى حياه ناجحه باذن الله. احنا دلوقتي عايشين عصر التطور التكنولوجي. ودايما شايفين ان في حاجات على طول في تطور. ايه رايك في التطور؟ لا التطور طبعا جميل، يعني الناس بيتقدموا بيتعلموا بيفهموا اكتر. حاجات كويسة برضو للأجيال الجاية كمان. يعني حتى الطفل لما بيتعلم الكمبيوتر في مصر بيدخل المجال المدرسة. ده شيء كويس جميل. طبعا شيء جميل. بيتعلم ويبقى عنده برضو أفكار تانية وبيكبر بسرعة برضو.
يعني احنا قربنا نوصل بعض الحضارة المصرية. هي كويسة، هي تقدم كويس طبعا، تقدم كويس. هل انت تحمل قلب مصري وعقل فرنسي، ام تحمل عقل فرنسي وقلب مصري؟ قلب مصري قلب مصري فرنسي. وعقل فرنسي. ايوه. قلب فيه العاطفة المصرية طبعا، والعقل الفرنسي تفكير فرنسي، ام تحمل عقل فرنسي وقلب مصري؟ يعني تحط عقل الفرنسي قبل القلب، هل انهي احسن بالنسبه لك؟ القلب. يعني انت تحمل قلب مصري وعقل فرنسي. ايتن جينسون، انا سعيده جدا بلقائك، وحقيقي انت امتعتنا، وكنا سعداء بيك. ويعني قبل ما اختم لقائي ليا سؤال، عايزه اعرف ايه اهم الاعمال اللي هي في ان شاء الله في المرحله القادمه هتقوم بيها؟ في المرحلة القادمة عندي 2 ستهم هيتصوروا في فرنسا، وعندي فيلمين، فيلم خد عني اخي، وفيلم القناع الزائف. القناع الزائف، جميل. اسم جميل. اقدر اعرف فكرة عنه ولا؟ القناع الزائف ده واحد يعني مع مراته مش كويس معاها، فاكرها هو تعبان، لكن هو بيضحك كل القصة، بيضحك عليها عشان هو بيحب واحدة تانية. في احداث كتيره بقى في الفيلم، مش عايزين بقى. هو كوميدي يعني. واكتريته كوميدي، سواء كوميدي. وعندنا برضه فيلم ريا وسكينه، لكن بقى ده بالفرنساوي، ومع مصريين فرنساويين. تحب يعني هتتصور قريب ان شاء الله؟ لا، ريا وسكينه لسه مش دلوقتي، يعني في الاعمال القادمه، في الكتابه دلوقتي لسه. ان شاء الله يطلع قريب، وشكرا. نشوفك دايما متالق وجميل. ميرسي يا فندم. ودايما ناجح، و يعني مشهور من المشاهير، دايما بيبدا الفنان دايما صغير وبيكبر، ودايما النجاح والشهره بيتطلبوا مجهود كبير، وبيتطلبوا مزيدا من الاهتمام والوعي والقراءه والتطلع والطموح. فاتمنى ان ده كله ان شاء الله يتحقق، ويتحقق نجاح كبير ليك، وتبقى من المشاهير باذن الله. وقبل ما اختم لقائي، انا سعيده جدا بيك، بس اقدر اخد معاك صوره تذكاريه؟ يعني ميرسي جدا، وارجو بقى الصوره لوحدك كده ناخدها برضو، نحطها في الاستوديو، دي تبقى حاجه نسعد بيها يعني. ميرسي، ميرسي خالص، وان شاء الله نكون نسعد بيك ونشوفك في المشاهد باذن الله. ميرسي خالص، سيداتي سادتي، كنا مع ايتل جينسون، الممثل الفرنسي المشهور الذي قام بالعديد من البطولات والأعمال الفنية الناجحة، ونتمنى أن نراه جميعا متألق ومزيدا من النجاح والتطور والشهرة. وإلى اللقاء في لقاء آخر في برنامج حوار مع فنان.